احكي لي حجي شو اوضاع مجرة؟ اوضاع مجرة بحاله ضعيفة كتير كتير كتير، المحلات مسكرة ضربوها والظلم شردت، وما في شيء ما غير ما يبعث له الله الواحد، وشردونا وشتتونا وما خلوا عنا سطر مغطى، والفرن كل يومين ثلاثة لا نقدر ناكل ربطة خبز، وخلي الحالة لله، وأنا رايح لي 4 شهداء والحمد لله، بنشكر الله وبنحمده، والله ينصر جيش الحر والسوار بجاه واحد الأحد الفرد الصمد. ويا بشار الله يبعث لك من شردك انت ولادك مش متشردت العباد بجاه واحد الاحد، والحمد لله رب العالمين حامدين وشاكرين، لا طلع وشردنا ولا عصفينا، وين كل واحد بديره مثل النور، شلون النور بالظهريه بترحلوا نحن رحلنا مثل الظهريه، ولاد استشهدوا بالحرب بالجهاد بسبيل الله، ابني عندي ولد من هون محمد أبو حسن ضل 7 أشهر ونص يحارب بالعصاي، واستشهد بجامع الكبير جيد دوما، سحب ولد ضربوه بالدبابة استشهد، وابن الثاني استشهد بعربين، راحوا ليجيبوا زلمة جابوا أول واحد، الثاني راحوا ليجيبوا ضرب القناص جابوا برعبته، ثاني يوم العيد حملوا لي عيد بعيدين، والحمد لله بحمد الله وشكره، وغير هيك ما بيحكي. 400 عنصر اجوا على بلدنا، وكل بلدنا بتشهد بابني، ولاد الشرفاء ولاد طهرة القوطة كلهم بتحنط فيهم، الشيخ طهران الله يمد بعمره، والحمد لله حمد الله وشكره، وغير هيك ما بقول.